هو انت ايه اللي عاجبك في غدا؟ نعني حلوه وروشه وتلبس لبس حلو يعني وكده. بقول لكم تافهين كده، ما بتهتموش غير بالمظاهر. وبعدين انت عارف انها مصاحبه واحد تاني، يعني هي تقريبا مش عارفه ان انت موجود وعايش معانا يعني. فانت بتحاول تعمل ايه بالظبط؟ وانتي بتحاولي تعملي ايه بالظبط مع خالد؟ ايه فاكرين مش واخد بالي؟ اه يا هايدي، بنهتم بالمظاهر علشان كده خالد مش شايفك، زيك زي واحد صاحبه.